لهذه الأمة من العظماء عطاؤها، بقي ما علينا. هل سنقف عند هذا الحد؟ هل سنترك هذا العطاء دون أن نقلب ونمحص ونستفيد؟ هل سنطرح إضافة لما طرحوا من فكر؟ أنا أقول لكم العالم ينتظر من هذه المدرسة، ينتظر المزيد، ولكن البركة بالباقين من هؤلاء العظماء ومن الذين يبرزون في هذا المسار لكي يكملوا عملية بناء هذه المدرسة، مدرسة الوعي الإسلامي ومدرسة الإسلام الذي ينظر إلى الدولة والمجتمع، إلى الحياة والكون وإلى ما بعد الحياة والكون. نحتاج إلى هذا العطاء أن يستمر، لأننا لا يمكن أن نمضي إلى نهاية المشوار ومواجهة كل الاستحقاقات بالأفكار التي كتبت. نعم، هي أعطت وهي هدت وهي أضاءت، ولكن الدنيا متحركة وفي كل يوم تواجهنا مشكلات في مختلف المجالات تحتاج إلى علماء وإلى مبدعين ومفكرين يعطون الحلول. نحن الذين نعمل في الميدان نحتاج إلى من يأخذ بأيدينا فكرا ونقدا وعملا وتوجيها، وهذا هو من اختصاص أبناء مدرسة الوعي الإسلامي في كل دول العالم الإسلامي.